أول اللي اختار لنا فريق البرنامج وهو الوافد من الجنسية السودانية أشاد بحسن معاملة المواطنين بالمملكة الوافدين، وروى الوافد في هذا المقطع موقف حدث له. خلونا نشوف وياكم هذا المقطع. والله بس حابب أقول لك قصة حصلت معي، صارت معي أمس في العسام هنا في الشفا. رحت أنا وزوجتي وبنتي، رحنا ناخد أغراض من العسام، وبعد ما أخذنا الأغراض وأي شيء رحت الكاشير عشان أحاسب، لقيت المحفظة بتاعتي ما موجودة. أنا متأكد إنك أخذتها معي من البيت هنا وكانت معي، يعني لقيتها ما موجودة وقت كنت أحاسب. يعني في اللحظة اللي أنا اكتشفت إنه ما معي المحفظة وما معي فلوس وكده، لأنه فلوسي كله فيها هي، اتصدمت صدمة كده، صرت زي المجنون يعني فت في العسام كله وأدور ما لقيت. المهم صدقوا بالله إنه الراجل المحاسب سعودي، هو الحساب بتاعي كان 290 ريال. طيب الراجل السعودي هذا المحاسب قال لي خلاص حسابك علي. انا ما صدقت والله، طبعا افتكرت انه بيمزح ولا قال شيء غلط ولا، قلت له ايش؟ قال لي حسابك علي يا حبيبي ولا يهمك. قلت له يا اخي والله ما اعرف اقول لك ايش يا اخي، يعني دخلني في حته ضيقه احرجني مره والله بالقالوا ده. المهم اخذت الاغراض ورحت اليوم دبرت المبلغ 290، رحت له في العسيم عشان اعطيه الفلوس. الراجل رفض ياخذ الفلوس، والله صدقوا يا اخوان الراجل رفض انه ياخذ الفلوس مره، قال لي لا والله ما اخذها، هذا شيء سويته امس لله وخلاص. يعني بس ابغى اقول لكم يعني وحيات لا اله الا الله يا سعوديين، والله يعني خجلتونا بالتعامل وبالرقه وبين الناس، يعني سبحان الله ما شاء الله عليكم. يعني انتوا سعوديين المفروض تفتخروا بانك انت سعودي، والله العظيم انا سوداني وتمنيت ان انا اكون سعودي، مو عشان كلام الراجل لا، يعني من فتره بس، ان انا لانه بشوف انه تعامل السعوديين غير تعامل الدول الثانيه في مع المغتربين ومع الاجانب وكده.